أنا حكيمة زهراء مجد أبو طباع، عمري 23 سنة، من سكان رفح حي الجنينة. وظيفتي بشتغل هنا في مجمع ناصر الطبي كحكيمة في قسم الطوارئ. أنا طبعاً من سكان رفح، بأجي من رفح على مجمع ناصر الطبي عشان يعني أداوم 24/24، يعني أنا بداوم 24 وبروح على البيت يدوب بأنام، برجع تاني يوم برضو 24. كيف بأجي؟ طبعاً هذه صعوبة لحالها، بأمشي لساعة تقريباً، ساعة إلا لدوار العودة، بعدين الإسعاف بيجي ياخدنا من دوار العودة. طبعاً الإسعاف هذا لحاله برضو معاناة، لأنه فيش وسع أصلاً نقعد، يعني بنكون فوق بعض بالنسبة للطاقم الطبي. بنوصل ناصر طبعاً، بشتغل في الطوارئ. بالنسبة للحالات اللي بنشوفها طبعاً حالات يعني لا توصف بمعنى الكلمة، وخصوصاً بعد ما الحالات أجونا من الشفاء، يعني حالات من الشفاء دخول ونازحين موجودين في الأقسام مرميين، ما فيش وسع إلهم. طيب يعني لو بدنا نحكي شوي عن احنا قلنا قدي عمرك؟ 23. لو بدنا نحكي على يعني نطلع من البيت وبنيجي وقتي 24 ورفح وخان يونس، يعني الاتصالات، تواصلك مع الأهل، الحالة، الشيء اللي بتحسي فيه هذا أصعب نقطة، يعني التواصل مع الأهل هذه أصعب نقطة، خصوصا لما انقطعوا الاتصال، وهلقيت ما فيش اتصال، يعني موجودة الإشارة بس ما في اتصال. هذا أصعب إشي، إن أنا أطلع 24 ساعة وأسيب أهلي وأنا ممكن في أي لحظة حتى لو صار لهم إشي ما عرفش إنه صار لهم إشي. هذه يعني أصعب شغلة بتصير. يعني هل لحظة من اللحظات شعرتي إنه أنت ندمتي إنك تكوني طبيبة؟ لا، ندم لا، الحمد لله لا، ما ندمناش طبعا، أكيد، وهينا صامدين وبنشتغل زينا زي غيرنا. في بعض يعني في حالة بدي أحكي لك عنها مرت علي. أجوا إصابات أول الحرب، أجوا إصابات، نسيت أنا من عائلة شو أو مكان شو، بس من خان يونس. أجل الشاب مبتورة إيده، فبيجروا فيه على الجراحة، دخل على غرفة الإصابات وحطوا، أجا وراه شاب معاه إيد، بقول إيد مين هادي؟ قال له أنا إيدي، قالوا له إيد هذا هيو، وحط إيده جنبه على السرير. يعني هذا الموقف صعب جدا 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 كان بالنسبة لي. قديش السيدة العاملة أو الطبيبة يعني مثل ما بيحكوا أو بنشاهدنا بالإعلام، إنه مثل ما حكيتي قبل شوي، إنه الإصابات وطريقة الإصابات والأشلاء اللي عم توصل شيء متعب ومرهق، قديش هذا عم بيأثر عليكي نفسيا؟ هل شعرتي إنه فعلا في يوم مش قادرة أكمل، مش قادرة أداوم؟ أكيد شعرنا بالحاجات هذه كتير كتير. مرت علي حلقة، يعني مرت علي أوقات يعني ما أقدرش أكمل الشغل، أكمل الشغل وأنا بعيط يعني من نهارة وبشتغل، إيش بدي أعمل؟ ما فيش يعني مجال، وين تروحي؟ يعني بأشتغل وبعيط. حتى يعني وقت إلنا لحالنا هيك تنزوي لحالك تعيطي مثلا، فيش شي، بدك تخلصي شغلك، الناس محتاجاكي. شو نفسك؟ نفسي أنام. والله يعني إحنا بدوم 24 هنا، بنروع البيت، يعني بتعرفيش تنامي أصلا في البيت، وين تنامي؟ وراكي شغل، وراكي مشاغل، يعني الحمد لله ان شاء الله بترجع الدنيا. ان شاء الله ان شاء الله وبناكل بيض، نفسي في البيض. والله شو شغلتك انحرمناها؟ والله كتير شغل. احنا بنقول نفسنا ننام، نفسنا ناكل، نفسنا نرجع لبيوتنا، بس في ناس بيقولوا او اشتاقوا لناس، احنا ما اشتقناش لناس الحمد لله، في ناس اشتاقوا لناس زيك مثلا. يلا عظم الله اجركم، أشكرك يا عزيزي. شكرا لك.